ما هلا وصلنا لختام حلقتنا، قاعدين انا وياك عم نشتغل ونشوف الاكسسوارز اللي وحلوين كثير على فكره. هلا بدنا نفرجيهم لمشاهدينا، مشربكين شوي من كثر ما عندهم كتار عم نفكهم ومش عم نورجيكم اياهم. تمام، رح نكون هلا بفقرتنا الختاميه سالي، يعني ما فينا ما نواكب الجمال وايضا الموضه خلال حتى شهر رمضان، واللي صار كثير يمكن هي الشغلات جزء من حياتنا اليوميه ان كان بالزينه او بالاكسسوارات. صحيح. او بغيرها. ميسان رح اعطيكي يمكن انت معي، ولكن نفك اول قمر كامل. رح نتعرف على التفاصيل مع ضيفتنا سميه مارديني. يسعد صباحك سميه، كيفك؟ رمضان كريم يا رب علينا وعليكم. عاد عليك يا رب الخير والصحه. موقف لا احسد عليه. عادي، ما علي، حلوين كثير. هلا بدنا نشوفهم بالعكس ونتابع تفاصيلهم، يعني مع هي الاعمال يلي عم تتحضر لشهر رمضان والاكسسوارات يلي بتخص هذا الشهر الفضيل. يعني سميده، هلا انا اكثر شيء كنت حابه انه يكونوا على الطاوله لحتى نشوفهم. ليك بلشنا نفردهم على الطاوله بس كمان بده يكون معنا شيء لنقدر نحن كمان نحكي عليه. يعني رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع. كيفك؟ كيف الصيام اول يوم؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب، ان شاء الله بتكفي صيامك هيك برواق وكل شيء. بلشنا نحن نحط الشغلات الحلوه ومنهم هدول كمان. طبعا. فكينا هدول. هالمره انا مالي جايبه بس اكسسوار، يعني انا حبيت اعمل انه تكون رمضانية الطاولة. نعم، خبرينا عنها بشكل عام. يعني انه هي كتحف رمضان والاكسسوار الشرقية. نعم. واغلب الاكسسوار يلي موجود معنا اليوم هو هلال. هلا المجموعة يلي معك اذا بس بنورجيهم القطع، يلا هلا هيدي الهلال. خدي ميسان، صار جاهز الهلال. تمام. معك. تمام. يعني هلا هلال رمضان هو يلي مسيطر على مجموعه الاكسسوار يلي نحن اليوم جايبينها. نعم. باشكال مختلفه، يعني مثلا هذا هلال بس، عندك انت اللي عندك عقيق، هلال عقيق. حلو كثير. تمام. هلا في هونيك الهلال والسماء، رح نعطيك اياهم شوي شوي. مو مشكله، هو بس نحن نورجي القطعه. هاي القطعه. هذا سما هلال، يعني بقلب منه في الغيوم كثير حلو هذا. يعني تمام. القطعة الثانية هلال مع الكواكب والمجموعة الشمسية. ثواني خلينا نحاول انه نشوفهم. هو الهلال مع بقلب منه الحجرة يلي بالقلب هي الكواكب، وفي واحد ثاني المجموعة الشمسية. هلا بنعرضهم نتفق شوي شوي على مهلنا. هي المجموعة الشمسية. تماما. تمام. فالهلال هو اللي مسيطر على مجموعة، لأنه يمكن هو بيعكس حالة شهر رمضان المبارك. يعني الهلال اللي عندك هون كتير مهضوم، هو والنجمة وعم يضحك. هلال رمضان كتير حلوة عن جد. يعني مميزة. كل الأشخاص سالي بأول يوم، أول ما قبل اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، يمكن بيكونوا عم يشوفوا، عم يحاولوا يشوفوا هلال رمضان ليعرفوا فعلا إذا هذا أول يوم أو لا. طيب جايبتي لنا معك شغلات تانية كمان، شغل هاند ميد. هلا اغلبهم شغل هاند ميد، بس هلا هذا مو شغلي. في شيء معتق بس عم نشوف. عارفين عليهم. اللي عندك الميلوي اللي هو يعني مسيطر عن رمضان، نحن كثير الميلويه برمضان وبتكون احد طقوسه يعني. نعم. تمام. مدفع رمضان اللي كان من زمان كثير، يعني كثير تقليد، ما بعرف ليش هلا شوي. لا لساته موجود. بعده ايه. مدفع رمضان كثير كان الفانوس. ما عم نسمعه من ضجه السيارات. فانوس رمضان يلي عن جد كان موجود بكل بيت، يعني لازم يكون فانوس رمضان. هلا الشيء اللي انت عن جد يمكن سميه ما بنتوقعه، انه فعلا لهلا بنشوف العالم مهتمه بفانوس رمضان ومهتمه بتفاصيل الزينه، يعني رغم يمكن ضيق الحال والوضع الاقتصادي، الا انه لو بيعملوا فانوس من ورق وبيعلقوه من شان اولادهم، بنحاول انه هذا الطقس ما يغيب عننا وعن بيوتنا. او حتى الهلال، يعني هلا نحن اذا بنجيب بس كرتونه وبنقص عليها الهلال وبنزينه وبنحطه بالبيت، يعني كثير كمان فكرته حلوه. حلو. عم نشوف الطربوش كمان. يعني طربوش بينفتح وبينحط بقلبه تمر شوكولا، يعني فينا نطوله ميسان كمان نورجيه. كثير حلوه فكره الطربوش. هلا اذا بتفتحيه من فوق. تمام. تمام. هذا الطربوش بينحط بقلبه شيء واكسسوارات بينحط. تمام. هلا كنت بدي احكي انه نحن اذا بدنا نهدي هديه برمضان، هلا صارت القصه هيك، يعني انا جبت التشكيله كامله لنعمل هديه مثلا. فينا نحط بالطربوش. ايوه، هي اول طوق. تمام. طوق ميلوي صغير بقلب منه مثلا
شفتي عندك هنيك القطع كتير حلوة، الببور الببور والطنجرة تبع والطنجرة تمام. هلا هيك صارت طبخ أساسي بشهر رمضان. شوفي هالطنجرة حلت فول. حلت فول عن جد، هي فيها شوربة بما أنه بشهر رمضان. هلا هيك صارت هدية حلوة كتير برمضان، هي ما لها معتمدة بس على الإكسسواري، يعني صارت هدية شرقية كاملة هيك. حتى فينا نختار كهيك مثلا طوق شرقي لحتى تكون يعني كل الهدية معبرة عن بعض البعض. كل القطع حلوة يعني سمية ومميزة، ولكن بطقوس الأعياد وهلأ نحن بشهر رمضان، بداية شهر رمضان المبارك، حتى عم نشوف حلق على شكل قمر، يا ريت نشوفه. هلأ في عنا قطعتين حلق على شكل هلال. هلأ هاد ما بعرف إذا صدف هلال. هذا تمام، هذا صدف، هاد صدف وكتير حلوة، يعني النجمة والهلال سوا. وفي عندي الموديل الثاني الاغرب لسه، اللي هي هلال وبقلبه بومه. شو حلو هذا، متحضر هذا كثير مهضوم متحضر. هذا بتشوفي العالم مهتمه بهي التفاصيل كثير سميدة. يعني انا برمضان عن جد بيجيني كثير زباين بتقلي اعطيني قطعه يكون فيها هلال، يعني طوق فيه هلال. القطع هاي حلوه خاصه اذا هديه، يعني بتحسيها كهديه متكامله هيك، يعني مع قطعه شرقيه وهديه اكسسوار، كثير قطع حلوه. طبعا دائما نحن سمية بنحكي معك عن القطع اللي بتناسب الصبايا، في صبايا بتلبق لها القطع الكبيرة وفي صبايا ناعمين، القطع الكبيرة ممكن ما تعطيهم جمالية ولكن بدهم بيحبوها، قد ايه هيك بيجيك ايضا عالم انه بتطلب منك اكسسوارات ولكن انت دائما بتعطيها لك وذوقك وبنصيحتك، يعني لانه اذواق هي حتى الاكسسوار. مزبوط. هلا فعلا في بنات بيجوا بتقول لك انه انا بدي قطعة ضخمة، بس هي بتكون كثير نعومة البنت ما بيلبق لها قطعة ضخمة. بس في قطع يعني بتعبي الرقبه بس هي بنفس الوقت ناعمه، يعني مثل هيك شيء. فانا بصير بنصحها بالقطعه يلي فيها تفاصيل بس كهي كشكل ناعمه. تمام. وفي بنات بيلبق لها كل شيء، يعني بتحسيها شو ما لبست تلاقيها لابق لها، بترجع طبيعه الجسم، الطول، لون البشره، يعني هي كلها القصص. صحيح. تمام. محجبه، سبور، يعني كلها هي التفاصيل هي يلي بتقصر. وبتحسي يلي بيهتموا بالاكسسوارات بتلبق لهم الاكسسوارات لانه بيعرفوا يلبقوها، بتعرف كيف تطبقها بطريقه صحيحه. وبدك تحضري لشهر رمضان بدك تشتغلي، شو اكثر التفاصيل يلي بتشتغلي عليها وبتهتمي فيها؟ هلا هو نحن بشهر رمضان هو تمهيد لشيء ثاني اللي هو العيد، يعني نشتغل القطع يلي بتكون ممكن تساعدني بالاثنين. يعني هلا مثلا مثل ما شفتي هلا التفاصيل هون، باول رمضان قطعي بتكون معتمده على الهلال والقطع الشرقيه. حلو. اغلب الشيء يعني هلا لاحظتي كل القطع يا هلال يا شرقيه. مثلا باخر رمضان بنبلش نجيب القطع يلي هي قطعه عيد، يعني قطعه العيد بقى مختلفه تماما عن قطعه رمضان، بعيدة عن هاي التفاصيل تبع هلال وقطعة شرقية. حلو. بتكون مثلا قطعة واضحة أكثر، أكبر، معبية الرقبة أكثر، هيك يعني. يعني تفاصيل كثير حلوة تعرفنا من خلالك عليها سمية، وشفنا الإكسسوارات الحلوة. يعني أنا عم فكر لساتني ميسان مشان آخذ القطعة المميزة، يعني أنا عم فكر لآخذها بصراحة. أنا عم فكر لمصلحة. لمصلحة. أنا كنت بدي أقول لها خلص والله تركيهم، عم تعرف هي عم تفكها. بدي فكها لأنه عن جد مميزة ما رح روحها، وأكيد أي حدا بده ياخذ من عندك خلينا وين كيف بده يتواصل معك؟ عندك صفحة على الفيس؟ صفحة الفيسبوك هي طوق وأسوار 2 قدامها رقم 2. طبعا اذا اشتركتي بطوق واسوارك 2 انا دائما عندي عروض، يعني بتصير بتعرفي العروض اللي انا عاملتها واذا مشاركه ببازارات، وبتعرفي المكان الدائم يلي موجوده فيه. شكرا كثير لك سمية، وبنتمنى لك كل التوفيق يا رب، ينعاد عليكي بالصحه والسلامه، وكل عام وانتم بخير والجميع بخير يا رب، ورمضان يكون هيك نهاية كل الأزمات إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. رمضان كريم عليك سمية، على عائلتك وعلى جميع السوريين، خص السوريين، لأن السوريين أكثر حدا يعني عانى وأكثر حدا تضرر، وأكثر حدا وأكثر شعب صابر، يعني أنا بقول لهم عن جد ورح نضل صابرين. أكيد الله مع الصابرين. هي أكيد. شكرا لك سمية. أهلا وسهلا فيك.